بعد توقف لجنة إعداد التعديلات مصير قانون الإيجار القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهارده معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهارده حنتكلم على مصير قانون الإيجار القديم بعد توقف اللجنة التي تم إعدادها من البرلمان. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. ما زال مشروع قانون الإيجار القديم يعد من أهم مشروعات القوانين التي يطالب عدد كبير من المواطنين بسرعة إقرارها بمجلس النواب لحل المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي للإيجار القديم. وتعد التعديلات قانون الإيجار القديم التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام الحالي عن إعدادها بالتنسيق مع البرلمان من أهم التعديلات التي ينتظرها الشارع المصري، إلا أنه رغم الإعلان عن تشكيل اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما أن توقفت عن العمل تلك اللجنة في ظل التحديثات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤخرا. وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون، لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقيعات بإقرار التعديلات بدون الانعقاد المقبل. وقال النائب أحمد السجيني أن هناك احتمالية لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم. وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتا، والتي كانت قد شكلت بناء على طلب الحكومة بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرا وأدت إلى حدوث خلل اقتصادي واجتماعيا وعالميا أثر على مصر أيضا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقوف العمل مؤقتا في قانون الإيجار القديم. ونفى النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف. وما زال مجلس النواب في انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره. طيب ده كان موضوعنا النهارده في ملف قانون الإيجار القديم. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، وكمان يوصلك كل جديد في ملف قانون الإيجار القديم.